السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا. اليوم راح نتكلم عن كبسولة البالون إليبس، كبسولة حديثة، تقنية حديثة في عالم تخفيف الوزن في عيادتنا. وهي هذه الكبسولة يتم بلعها عن طريق الفم بعد وضع قليل من جل التخدير، يتم نزولها في المعدة بشكل سليم إلى هذا الحد. بعد ذلك يتم عن طريق جهاز الأعطاء وضع هذه المادة السائلة اللي هي مرافقة للكبسولة. بعد ما تم وضع هذه المادة في الكبسولة يتم الوصول إلى الشكل النهائي لهذه الكبسولة، راح تكون بهذا الشكل، وهي مقاومة لجميع أي ضغوط من خلال الأكل أو أي، حتى لو كان الأكل قاسي، آمنة جدا هذه الكبسولة، وخضعت لعدة اختبارات من قبل الشركة المصنعة لهذه الكبسولة الأمريكية. هذه الكبسولة مدتها 5 إلى 6 أشهر، يتم وجودها في المعدة بهذه المدة. بعد ذلك تخرج عن طريق الخروج تلقائيا وليست بحاجة إلى تدخل ليتم خروجها من المعدة، وإنما تخرج عن طريق الخروج. بعد ما تتم وضع كبسولة البالون إليبس يتم إعطاء المراجع الدواء بشكل تلقائيا وليست بحاجة إلى تدخل ليتم خروجها من المعدة، وإنما تخرج عن طريق الخروج. بعد ما تتم وضع كبسولة البالون إليبس يتم إعطاء المراجع الدواء بشكل مجاني. هذه الإبر يأخذ إبرتين صباحاً وإبرتين مساءً ليتم تهيئة المعدة لهذه الكبسولة وتقبل المعدة للكبسولة، لأنها شكل غريب، يعني راح يحس المريض بمضايقات أو مغص أو عفواً تقيؤ ممكن يحدث. فوضعية البالون، كبسولة البالون في المعدة كأنما وضعية المرأة الحامل في بداية شهورها، نفس الوضعية اللي هو مغص ومثل ما ذكرنا وممكن حالة تقيؤ تصير عنده. بعد ذلك مراجعينا ومتابعينا، هذا الميزان المتطور اللي هو مرافق للكبسولة يتم إعطائه إلى المريض بعد وضع الكبسولة، يقيس هذا الميزان وزن الجسم، وبالإضافة بتفاصيل ثانية اللي هي كتلة الجسم الـ BMI وكمية الدهون ونسبتها أيضا، والكتلة العضلية بالإضافة نسبة السوائل في الجسم. عادة ما يتم خضوع لهذا التحليل، تحليل الكتلة أو هذا الميزان، مرة بالإضافة نسبة السوائل في الجسم. عادة ما يتم خضوع لهذا التحليل، تحليل الكتلة أو هذا الميزان، مرة كل شهر. كيف يتم التعامل مع هذا الميزان؟ أولا على الكرتونة الميزان، هذا ننزل هذا التطبيق موجود على الكرتونة، ننزله من خلال الجوجل بلاي أو الأب ستور بالتليفون، يتم ربط هذا الميزان وعن طريق مع التليفون عن طريق البلوتوث، بالإضافة المراجع يدخل معلوماته كاملة فيتم الفحص عن طريق هذا الميزان المتطور اللي هو تابع لكبسولة الإليبس. نتمنى متابعينا وافينا هذا الشرح المفصل لآلية وضع البالونة، كبسولة البالون بالإضافة ما بعد وضعها. نتمنى للجميع صحة وعافية، وإن شاء الله الكل يستفاد من هذا الشرح. شكراً لكم.